لدينا ما نقدمه في هذا الجانب، ان احنا نقدر نجذب جزئية التمويل تحقيقا للعدالة المناخية، لانه اعتقد ده جانب مهم جدا لتنفيذ ما يتعلق بسواء الكربون سواء داخل مصر، او اذا كنا هنصدر ده على المستوى الاقليمي او هندير ده على المستوى الاقليمي فيما يتعلق بافريقيا تحديدا. الناس النهارده لما بتيجي تتحول هتبتدي تبص على الفيزابيليتي، انا عايز اوصل على الواك بتاعي ان هو ينخفض اللي هو الويتد افريج كوست اوف كابيتال. مشكلة الجرين بوندز وليه ايه المشكلة، يعني ليه لغاية دلوقتي ما اخدتش الحجم المفروض تطرح بيه والدنيا تتحرك فيه ازاي، وايه اللي نقدر نعمله لو في اي حاجة يعني نقدر نعملها في الموضوع ده، على سواء على جانب تشريعي او على جانب سياسي.